مشاهدين قناة ناين لايف وحلقة جديدة وإيه الأخبار؟ جنات تميل إلى الرومانسية، ألفة عمر بتستعد للسر، سبب غضب سعاد حسني من علي بدرخان، لطيفة دايما بتساند مصر، طارق لطفي يعود للعالمين، البنتاغون قريبا. جدل كبير ما بين النقاد حوالين جنات، هل هي مطربة غنائية رومانسية أم أنواع أخرى أو بتميل إلى الأنواع الأخرى؟ ألبومها الأخير كان كله أغاني رومانسية ما عدا أغنية واحدة اسمها أنا نسيتك اللي فيها بعض القسوة، بالإضافة إلى الأغنية مش رجولة التي طرحتها العام الماضي. جنات شخصيا بقى طلعت وقالت انا بحاول اعمل دائما توازن ما بين الرومانسيه والانواع الاخرى. ألفة عمر بتستعد لتصوير مشاهدها في مسلسل السر، مسلسل السر اللي هيقعد حوالي 10 أيام داخل أحدى الفيلات بطريق مصر الإسكندرية. السر هو من بطولة نضال الشافعي وحسين فهمي ومايا نصري ودينا، ومن تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي. كشف المخرج علي بدرخان عن سر جديد عن علاقته بالراحلة الفنانة سعاد حسني، وقال إن بعد 11 سنة زواج كان ناجح جدا حصل نوع من الفتور في السنوات الأخيرة، وده خلاه إن هو يبتدي يخش في علاقة أخرى مع امرأة أخرى. واجه سعاد حسني وقال لها بكل صراحة شديدة إن هو عايز يعرف ويخش في علاقة مع امرأة أخرى. الفنانة سعاد حسني طبعا غضبت وما رددتش بهذه العلاقة وانفصلوا هما الاثنين. علي بدرخان قال انه علاقته بالفنانة سعاد حسني كانت عبارة عن صداقة حتى رحلها. حسن يا حسن، يا حسن ماشي، انت مش عارف ان انت اللي تسببت في كل ده؟ الفنانة اللطيفة بتشارك دايما المصريين احتفالاتهم وأعيادهم، وفي عيد سينا الفنانة لطيفة نشرت على تويتر وقالت ربنا يحفظ كل شبر من تراب مصر. لما السما تنزل على الأرض ولما الطول يسبح بالعرض ولما فيوليو تموت من البرد أنا ممكن أحن عليه. طارق لطفي كان واخذ 3 أيام أجازة ورجع تاني لاستكمال مسلسله أو تصوير مسلسله بين عالمين. مسلسل بين عالمين هو من بطولة طارق لطفي ولقاء الخميسي وهشام سليم، ومن تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت. بين عالمين إن شاء الله رمضان 2017. بني آدم ساعات بينسى نفسه، يخطط يتآمر ويحسبها كويس. المخرج والمنتج ستيفن سبيلبرغ هيطرح فيلم جديد اسمه البنتاغون في يناير 2018. البنتاغون بطولة توم هانكس وميرل ستريب. We can't tell our people they can vote yes on abolishing slavery unless at the same time we can tell them that you're seeking a negotiated peace. It's either the amendment or this Confederate peace. You cannot have both. How many hundreds of thousands have died during your administration? الفنانة مديحة حمدي كان لينا لقاء معاها، خلينا نروح نشوف في هذا اللقاء قالت ايه عن عملها. جاني تليفون رقيق خالص من دكتور عمرو دوارة انه تم اختياري رئيسا لجنة التحكيم، فكثفت المسائل وقطعت الزيارة لان كان لسه هاجي على اوائل الشهر،
ونزلت أنا جاي من مطار علينا عشان أحضر المهرجان، وأنا مبسوطة جدا بهذا العرس العربي لأنه ملتقى حلو. غير كده المسمى بتاع مهرجان السنة دي هوية عربية وإبداع بلا حدود، موضوع جذاب وموضوع الساعة، ونقول إن شاء الله إحنا السنة دي نبني على ما بناه الآخرون. يعني في عناصر لا خلاف عليها في الإنتاج المسرحي، في العرض المسرحي بنهتم بالنص بالإخراج بكل عناصره بقى، إضاءة وديكور وحركة وممثلين وإيقاع وملابس وأكسسوارات، في معايير متفق عليها. لكن في سبيلنا لتحقيق هوية عربية مؤكدة إن شاء الله وإبداع كده مفتوح السماوات إن شاء الله نحقق حاجة كويس. أتمنى أنه بلدي دائما، ومش بلدي بس، كل الدول العربية إحنا بنتكلم لغة مشتركة وهمومنا مشتركة وأماننا مشتركة وديننا مشترك وكل حاجة، ليه كلنا يعني المقدمة تستحمل ناس كتير يعني يقفوا على القمة. إحنا ابتدينا وإن شاء الله في إيدينا ناس كتير معانا يعني. دي كان حلقتنا النهاردة، وبكرة حلقة جديدة. وإيه الأخبار؟